إن شاء الله تعالى وحنك بالله بنا درسنا آيات الثلاثة إيا الشم إلى آيات بقول يطبن وسورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى وحيا ربنا باقود ردي سلا إنو غشيغي إساقو إن لغو وحقاته لدون يؤددك وحفهمان إلهي لن عيب ربنا بو إنو غشيغي قول دي مركا نبي الله محمد لجو كي نسيب بنا باوح الله تسي وحا الله شيغي وحي الله شيغي وحا كمدها قيامة مركا تكتان إذن كون عائرة ووحبوة نبا تغيسان درد يدنية طونا سيدا أدونك بعد سيدا وهايدين وحا لغو عرينا يا أما لغو وحاين شوف عادة تغيسان أول مركا الله وعلو شيغي وحكالي وقدرتي ستصرف كذا ستوصع وغموغانا يو إن الله الله سبحانه وتعالى فالق الحب في ردك كالد الله عيوه يوان نوال افتمرات يخرجوا كسو صارا الحي وحنون ووح زيادة نبات بها هذا هدودون من الميت وحد انت او زياد ومخرج الميت ميدنا وكسو صارا من الحي وحنون ذلكم الله السدى يالي الله ولي فأنا تنفكون سدلي ذي اللحي الله تسرك السايهي فرق الله وماشان انتو الله دلعيا وحاكسو بحيا عقار باكسو بحيا جيد سيادة يا كسو بحيا حي وحا لوغتي دا وحا سيادة يا لوغتي دا وقيده يوي سيادة ومركو قيني هاي تمرتا عدقو اللف تمر ادعا فانتو قيد كسو بحيا يوغيد كاسون هادنا تمر كلاسي لالي وحا النول يوح ميدا كسو سارا بني آدم كوحا النول حيقا لبع ميده بيا لغا سو سارا لغا سميي ميد كاد لبع دا اللف تيادونا وحا نول با لغا سو سارا geedkan qallalan geedkan qoyan ee baxaya cagaarka ee feelaya laf qallalan buu kasoo baxay lafta qallalan lafteedu geedkaas ay kasoo baxday culimada qaar baa ku daba qabtay waxay yiraahdeen gaal baa muumin yaa kasoo baxay muumin baa gaal kasoo baxay gaal muumin baa kasoo baxaya waa suuragal laakiin sarxu waa sida marka allah sida yeelay maxaa la fahmayaa in tibirki lafta qallalan oo halka taala ma fiidida iska qallalan la wax qoyan kasoo baxay oo halka la dilaaciyo إن الله الله فالق الحب قدرتي سوى صحة ينو أركنا فريدك كالد الله يويني يوانو والله افتمرات في وحق ينخصو سارة يخرج الحي وحنو البصو ساري ونفي كجرتو من الميت واحد انتي وبالمثل لبعض وكلا أما الله فقال الله لنو كلا ومخرج الميت كيرد انتينا وفكصو ساري من الحي وحنو يكصو ساري كيرد انتي با وحنو البا وفر لليا بالمثل أكم بإلا ليسا فهاشي با أكون دالي شمبرتي دالكم الله صفة ظالهم الله ولي فأنا توفكون سدلي من لغيبا لي الله سبحانه وتعالى سو قدرتي سأي صدا طاي ووح صدا يلي كراء نترنون الله أهي إن أبلي حتان ما يشبكو بتبتالي وحفقرد لغو الله عنك راما تبتو فالقو الإصباحي وابرقة كعدائية ويا أمك الدلاعية مقدبا للدلاعين وعدين بالغسور الإحساري وجعل الليلة habeen kana allah wuxuu ka dhigay sakanan ki xasilan oo maanta shaqadii ahayd iyo raaxo iyo daqdaqaaqii lagu jiray baa loo xasilaya washamsa qorraxdana wuxuu allah ka yeelay iyo wal qamarada iyo xusbaan xisaabin ahaan waxa weeye xisaab bay ku socdaanoon aanay garab mareynin marka xisaabta shamsada iyo qamar ku socdaan ya bilaha iyo sanadka iyo maalinta iyo habeenka iyo yaa loo kala xisaabanaya way dayuhu intaas soo jeeda bishu qorraxdii هذه هي مالتي فالق الإصباح وبرقة أما عدينك وبرقة كد اللاعية ويعاني الظلام مقدقو كد اللاعية مقدقو ميشو تجيب عدين لكيرين سيدي سوكلا بدلين أركي ميشد عدينك وكلتها قبا ذاكي هدير المقدقو با كلتشو وجعل الليلة هبينك الله وفقية لسكانا كي حسلا ودحديسا لحسل ودقن ودقاقيسو يريهاي والشمس قرحدنا الله وفقية ليوال كمان ضي حسبانا حساب قوة صاحبة oo lagu xisaabtan li tacalmu cadada sinina wal xisaab dalika qorshahaasi dalika tasarrufkaasi taqdiirul aziizi allah ghaalibka amaamul fisi weeyaan al aliim oo wax walba ogaa taqdiirta yacni waxa la qorsheeyo la hanaaniya la yidhaa la farsameeyo waa farsamo alla weyn taqdiirku waa wax la qorsheeyo weyn dalika tasarrufka cali taqdiirullaahi allah farsamadiisi weeyaan qorsheyntiisi weeye waa allah waxa weeye maamulkiisa allah al-aziz qaarib ka al-aliim marka allah sida yeelay in la garan waayo meesha kuma jirta weeyaa wuxuu allah alladhi allah wuu yajaala lakum idin aburay an nujuma xidigaha aburay
لتهتدوا إن أتكوها نونتان حدقها لتهتدوا إن أتكوها نونتان بها حدقها في ظلمات البر برق المقدقي سئيو والبحر بدبا حدقها وحيابا بدنبا الله أبو رين وحيابها الله أبو ربيتان وكمتاهي أدقوا هبين نمتشو وردهاي وهبين نمتشو ومال بره أسعلا حدقتي بادر كيسا حدقتها سوى سهرة حقا سيكسو بحيكتي للعن بيحي باتشو تسعر الكوي وددي بعد قرن بركي جهاد هذا سعتي بحر يقول واسيد وكل أدب يجو وسي بهاي يقول هذا بحر يقول بر يقول بورو بلي هاي وحياب يميل قد جدنا والله فير فيري بحر يقول أدب بهاي الله سبحانه وتعالى حد جاه وحيابه هو أبو ري وإن كأم الفشان وكش قيستان وهو الذي الله ويجعل لكم النجوم حد جاه دين أبو ري لتهتدوا إن كهن طاب بها حد جاه في ظلمات البر بر يقول مجديال في سمر كذا هبوضان يول بحر بده قد فصلنا وان كلا عديني وان كلا بحبحني يعني وان شرحني الآيات آياته لقوم بان أشرحني يعلمون أق وحقرنا يعلم له كوا سيقار وحا لوغو شاغي تدكو نمبي أشرحنيهن آياته وحا كوا سيقار لوغو شاغي قفك علمي قاني وقفك أيها بونتاي إنوكو عمل فنوي قد فصلنا وان عديني بو ألغي وان كلا بحبحني وان شرحي سوماها الآيات آياته had badin aan idin ka keenay waacidi iyo waciidi iyo wax sheegi iyo aqli celinti li qoomin baasa u cadaynay yaclamuuna og wax ugu cilmi leh fahmi leh wa kuwa ku nafciye kuwa kala laftooda way u cadahay haday raaci lahayeen wuxuu alle alladi allah way anshaakum idin ka abuuray min nafsi naf waahidatin oo kaliya fa minkum wa hakamida ama fa antum fa mustaqarrun ku sugan ba kamida yaa tihiin yaani laba waqti baa soo martay في بعض الوقت مستقر وحسقن وي امواد كسغنتين في الاصلاب الدبركه ومستودع والدين كوكيديو والدين ودا عدغ في حمكا وحاول يستودع وماشي مركه دمو كدبيني مركه هره دبركه ليدين استقرار كوبان ودبركه مستودع نوار حمكا ويان وحال كانوا لي لهدا وار حمكا مستقرك يا دبركه مستودع نوار ارضده ليدين كو اسي دونا سدا هورار اسكا دينو الله وليه وهو الله الذي الله ويه أنشأكم إذا أبور من نفس واحدة نفكريها خلقك إنت لقى بلايين تبلايين يا لقى أبور حتى حاو آدم بلقى لقى لون جاحي ولقى أبور فمستقر وحصغا في الأصلاب إيه ومستودع وحمل له وذي حد قال لقو كيده ورحمك ويا مستودع وبخارك كيف كاي وحلو سميني مستقر وماشي مركو ورا لقى صوب باللابي ولقى أبور marka la qudradii sidee waxa dhabarka laga soo saaray baa ilmo noqonay ilmaha calooshiisa ku jira waa wax ajeeb ah calool ku jira uurkii buu ku jira waxa weeye uurka ku jira neef qabtoogi ma hayo gaajoona ma hayo allah raashin buu halka ugu rakibay ilmaha xaylka oo kale ya xudunta kaga rakibay ilmaha nafaqo waa xaylka xudunta kaga rakibay waa xudunta laga gooyo waxa weeye daacankii markuu isu tago dhabarka xaggiisa uu dhigay dhiig buu halka ka qaadanaya markii la suureeyana dafaqada halka soo laga jeeyay neef qabtoodi ma hayo waxba noqon ma hayo gaajoon ma hayo markuu soo dhasho aw soo dhasho markaas abaahi ugu horeey markaas uu abaad iyo qofkii wax u doonayo waa kayd ajeeb la weey qad fasalna wan adaynay al ayati ayadaha li qawmi qawm yafqahuna fahmiya indi fahmi baa loo adayn yani adayntu waxay wax ugu filanta cid fahmi sawi sideedaba waa loo adayn cid gaar ah loogu matala galin adaynta qalbiga dhan baa loo adaynay ee waxa weeye kuwan wax fahmay كواسع عدين في وحقوف لنتهي مركل قوم بان أعدين يفقهون فهمية وهو الله الذي الله وهي أنزل الدجية من السماء السماء كالدجية ما أنبيه فأخرجنا وانصوصا ربه تكلم بان الله حري مركل غيب بان لغسية التكلم ووحي التفات في إلهين أخرجنا وانصوصا ربه بالماء بيه نبات كل شيء شيء الأرك كل نباتي وحكستو نباته وشرا وحكستو مدعوه وشرا نبات كي كبح لهم بان الله صوصاري فأخرجنا وحن كساري منه نبات في خضيرا وح أجارا نبات كبا وح أجارا كمدي هاي نخرج ونكسر ساري منه نبات كحديث حبا حبت بانكسر ساري وخياشين كمدها أمدان كسر سارينا متراكبا إسفول فوشا وسبول كواكادا لكم مدبل ساري هاي ومن النخل تمرت حقيرا وحكاء هذا من طلعها أبحيرا قوان فبعين دانية دو oo ka fadhii ka taagariba isoo goosan karaan wajannaatin beero nabaata kulli shayta ku cadaf akhrijna bihi wajannaatin baanu soo saaray beero oo min acnaabin cinaba
يو الزيتون الزيتون يو الرمانة متشابها مشتبها حاله يسوق يهي حقا مذب في عقار كا وغير متشابه كو يسوق غير كحالوية حقا لندن كايو وحاولي يدنعا كو يسوق ما هي حقا وحتر كايو يسوق ما يكا الله وحليه سبحانه وتعالى بيه وحال غصوة صاري وقال لسوق دجيه نبات عقارا عقار دبيع عوية بحال كاسا وحال غصوة صاري مدو اسدل صار وحاولي واسبول كايو وكادا ركتي تمرتنا أوبح هذا وحلق سو أوبح هو مركز تمرت أوبح بعصو بح أوبح بعد الله عياه ومركز سو دلنا عياه ربعي بمركز سو بح عندنا سيدا الله الله ده ونك فرد يا حتى وعيا سو جوسان كرو برواق وحي مشو كقبته وهو قال لي الذي الله هو ينزل الدجية من السماء سبلا ما عندي كدجية فخرجنا وانصو صاري بها به 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 سبب تود النبات كل شيء شيء لا كل نبات كيسي شيء كسو صوبح على شيء سبب نصو صاري فخرجنا وانكسو صاري منه النبات كأو حاكمين كذلك أنت خضرا مد عجارا نبات قار عجارا باشرة نخرج ونكسرنا منه النبات كحجي سحبا مله متراكبا اسكرف فوشا أو استل صار صارا ومن النخل تمر تحجي هذا وحاكا هذا من دلعها وبحيرة قوان خبع قوان وجمع وجمع قوان ويا قوان وخبع هذا يمحوها تثنيها الله قواني بين الله قنواني بين الله قوان سبعين دانية النو للقاعد والقائد كفرية كتاجمة وجنات بان صوصة ربو البيرو ومن عناب العنب النبات كاهرين قوعة فينا يو الزيتون يو الرمانة سيتون في الرمانة يا عنبك والذي عربت هذا كتاب كسو قرآن كسو الدقين مدى هذا استعمال يوني سيد جيل أو كلا لغوها القبصرين مشتبيها الحال يسوق يهي نبات كان إيا عنب كان إيا وحنو داني حقا موقال كان إيا عقار رضا إيا علان تودا إسكد لدو إيا اللامها إستقعي يهي وغير متشابه كو إستقعي تالي معنى هو حالك ودا الله تصرف في سوادرتا ويبن نهرتا ريهي ما دول في هاد دير أبارتاها بيا كد أيا نبات ونبا صوبحي وعقار الوهيري مكاسا مليو كل الدول وحياد بدا الله استعماله وهو لما كنا ولا نيان باك صبحيا قدرنا الله ادرافا اسكلون انظروا بالاغا الى ثمره وحال لسو شيغي مديحيسا اذا اثمر مركم مدبخيو يوين اي بسلاتيس مركو رو صبحيا وا عردان ويرير يحي ودودوبن يحي اما او غاغامن يحي مركو كرو او كرو يو بسلانيا وح معان بو نقنيا بل بسلاتيس ايغا سيدو الله اسبدل او سمهي مربا وحا نباتي با لسو ساري وبخي با صبحي مديحي با كسوبحي waxa weeye urdan bay soo mareen way soo yarad kaade bislaad la cunay karo macaan oo dhanaan bay noqdeen unduru eega ila samarihi midkuurka la soo sheegay waxa la soo sheegay mid kulli waxa la soo sheegay oo dhan ida asmara markum mid dhaliyo iyo wayan ee bislaadkiisa in fi dalikum tasarrufka waxa ku sugan la ayatin adilla waawayn liqawmikum yu'minuna fumaynay waxa allah subhanahu wa ta'ala roob ku keenay laga soo bilaabo nabaad ka soo baxay la eego midaha kala diduwan oo noocyaha la eego bisaalka iyo qeyrinka la kala eego haddii waxa weeye qofkii muuminihi uu maba rumayn waayo dalil weyn baa ku sugan oo marnaba Allah la dafiri karay in fi jalikum tasarrufa la soo sheegay la ayatin dalil waaweyn baa ku sugan li qawmikum buu soo yuminuuna rumayn qawmkii muuminiina mucjizad wax ku rumaysay meesha way taala yaa sheegan karo nabadka aniga soo saaray yaa sheegan karo yiri biyaha ana keenay الله وحليه الله تصرف قاله وجعلوه حيئا لله ألا شركاء جعلوه حيئا لله ألا شركاء شركاء الجن جنك الجن دو مفعول كي هروي جعلوه حيئا لله ألا الجن جنك شركاءك ولو ذاك إله نمذا والحال خلقه وانو أبور الله أبوري بي جنك يلا سنيا بالمثل هو ملائك بي لهني ملائك هذا جنك لشيري وملائكة ملائكة الله وحلما مشي لهني بالمثل مجوز توكل وحيليهين ولبا لبا لبا وح أبو ثاتش وتو شيطان كروه أبو را شرك أبو را يا الله قديمك هو كلام اعتزيله ده حتى وهو إسلام كشيجنا يا قرب سيدا يجي لبا 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 خالق بعد يكتب يدانه بك جنك ملائكة وين تصرف تايو الله بعد تصرف سيو وين ما مشابه له وهو كم ما مشاه اللي يا أبو ربي سيدا الله سميع عقل كف ولا واي جعلوا حي أغيل لله الجن جنك شركاءك ولا ولا إله نمد أغيلا وخلقهم وانو أبو ري. وحتى وحل سكينا تيكو أبو ري ووحا وحبب أبو ري كرين أتصوبر بردتين ووحا ساعقنه عقل ماها وخرقوه
وهي أبين أبوتين أما أصمعين له الله بنين ويلل يو بنات قبل غير علم وقال الآن يقول الله بأقوني وحن الله بربر لك يعني الله توني يقول أخوني بيدهن الله ويلل يقبل لي يهود وحيلين عزير بن الله أن سارد وحيلين عيسى بن الله مشرك العرب وحيلين الملائكة بنات الله بيدهن وكان سيس ملك والله سنم بيكسور يلو مقعيسي يكدرين أصنام تلوحي متليان أصنام بين متليان وحوي عرفت وحي لدهر وينوشف عقاد ينبيدان كونا نوشف عقاد وحكر ومع عبدينين هنوشف عقاد الله بلي وخرقوا خرقوا يعني ووحل باختراق ووح بين أبوروي اختراق خرقوا وحي أبين أبورتين له ألا بنين ويللي وبنات قبل غير علم وقال الآن يعني الله بما يقانين به سبحانه ألا واكوه فيه وحاس وتعالى وانو كسر أيام أما في يصفونه أي كت المامية صفدا إن ألك شيريان وقبل إيه شركاء ويلي يليها الله كسر هيا وحنا سواء مريانا معها وحفك الله سواء مريانا معها ولي يوشيريا وحنا عيها دون أهين وحنا سواء شيريا الله سواء هذا القالوا معها سبحانه ألا وهو فيها وتعالى وانا كسر هيا أما في يصفونه الله كت المامية هو بديع السماوات قدرت توعاكة السماء كي أبو ريوي بغير مثال والأرض أرض أبو ريوي marka mar hadduu badii samawaati wal ardiyahay annasi deebu yakuun ugu ahan lahu alla waladun ilmu wal halamta kuna ilahu ahan lahu isaga saahibatun saahibat bauna lahay waxa loo yeeyay sida aynu naqaano waladku ka labada dhashay inuu shabaho marka alla yaa shabaho weey oo waladu noqon kara saahibat dhashay yaa dhashay waxa yidhay mushrikiinta markii la yiraa dhalay waxana sheegaysan waxa dhalay bay leeyeen jin baa dhalay bay leeyeen gabadh jin aad dhashay bay leeyeen sidaas oo kale wa bayna burad هو بديع السماوات سمد كي أوريوي والأرض غير مثال وحو كغد بيدي يوحفر سماء وملك للاقي كان من نتشرين الناس ذاب مرك يكون له اللي أواه ولد إلمه ولم تكن أين أواها إن له ألا صاحبة صاحبة بملك انت وحسيدر وخلق كل شيء شيء أو نمبو بالا أبوري سمد يأذبذ كسكو وحك سبع الله أبوري صاحبة دي ولد مرك حقيقة من حيث قبصة بحس الله كغرها هدوس الدون يوم يوك لتشلها لا تفهم ما يخلق ما يشاء هذو قال الدوري وحدونه كدور الله هي كلمات تشلي يبو عرب كمان مريه الله هو فيلي وخلق كل شيء شيء لا أرك كل من الله بأبوري وهو قالنا بكل شيء شيء لا أرك كل من علم في الدرب في أقوي بركة وحياه بدن بعد عكر أو دربا أو حتى هذا لدهن إلهي ويلي بوليه قبل ليه وحي يعني الله الله لسمه وشري كرا ودد بدن ما يخدع له وحلا الله لسمه وحا الله لا جرب اي كربان وحتى قاركود كليهين ارواح ذات تصرفي سو الله وحلا قبلي سو الله فسح ياسيي قار حتى كلي وذلك كرتا ومعاندينا ووح مقرتي عبادة كيسا وحاولي شركي وهير كاشف التاغين يهي وحاولي وفي النبي عليه الصلاة والسلام امده هور ماشي المرعين لا تتبعون سنن الذين من قبلكم القد بالقد سيد اللي بالمدي بارن موطعي صل دوران ماشي المرعين ولو دخلوا جهر الضب اللي دخلتموه قد أبي إصبحاش ما نسع عقلي قد كذا هذا القسان هذا قالوا وكذب قلين معناه وحكا سوء اللي ما دوا الله وليس وليك صورة قلوي ما قع كلبها لها هذا دون دوني سيدا سوك عليك ذلكم الله الصدا يلي قدر دي سساتها الله الأول ربكم ربكم خبر بعد خبر باني لا مركان إعرامي هذه اللي دون الله ذا ذلك اللي قبل دليا ذلكم كالله ألا ربكم خبر بعد خبر انتفع عن لبحكم بفائدين ذلكم الله سيدا يلي تصرف كاسي سيدا اوفني الله وي ربكم ربي وي هذا بني الله سميسان مركا بني آدم بالله سميسان لا إله إلا حق لقو عبدا نمتنو إلا هو الله ويان هكيان إلا حق لقو عبدا نمتنو لا إله قل يا وحي كفسنا لا إله لا وجود إلا الله ألم يوح كلام متنو وتحريفي شهادتينك لا وجود إلا الله بيداني مركتا وحي وجينا وح الله وح خلق إيه شو لا وجود إلا الله مركل وح الله المجد خلق قدر وإله من وجهه أو قلنا الحلول اللي جهدوه إلهي وخلق كل وهذا صفاء الله بإلهه مركل وح هو وذا إلهنا تميرها إلهي أن قلنا صلاة سكر وصفاء إله بكلين شهادة دي بتحريفنا يعني وعدت سروي وخطبة قرن كقرن لا إله إلا هو لا إله لا معبود بين الله مركل إنه إلهي بدن باتنا وبعضنا لكن كل حق عبدون الله أهين مجد كحق الوعد واكه خالق كل شيء شيء لأرك كل خلقي ويا أبو ري إذا عبدوه كعابدا كل عابدا
waxyaabahan kale oo lagu barbardarayo war ka ilaaliyo weeyaan shirkiga iska fogeeyay خالق كل شيء شيء لك كل ذكاء أبوري ويا فاعبدوه كعابدا وهو لنا على كل شيء شيء لك كل ذي وكيل كيما ملوي كي مسؤول كأول شيء والبا الله با وكيله ما مله تصرف كيسا الله أولي وكيله يعني ومتصرف كل ووكيل الله سبحانه وتعالى متصرف في كل شيء وحلما ملامتله وهو الله على كل شيء شيء لك كل وكيل كي مسؤول كأول لا تدركه الأبصار عندهم ما هلالان الله سبحانه وما يحاب ديان وهو ألا نجدر كل أبصار عندها هو أركا ما كان عندها هو أركا وحلو وجده خلقه هو أركا عنده قبنيان وهو اللطيف كأدو قرصون حريست بدويان لطيفكم معنى يوفر بدن بوليا مالك ما يشانو كلا وكأدو قرصون بدنون عندها إن هلال كرين الخبير هدين حقوق له وهو المساق هلال مالك الله بعد الصفة وحيوك لنقل لا تدرك كل أبصار وهو اللطيف عندهم هلاليان وأدبوا قرصيهم والخبير وهو يدرك الأبصار وخبير وحبه عنه مكما كان الله إلا أركي هذا الكمية ثلوقه قال انت قيامة نبي الله محمد بائنو الشيغي والله أركي قيامه والله أركي مكما قل لهم اعتزيل دوحينهم الله لا أركي مهي بينهم ولا تدرك الأبصار بان مكما كان محلوقة كذا إحاطين مهيان أركي والله أركي لكن الحاضرين ما يبلغون الشيء هذا ركض لنا عانى واحد ساكتي لحقا وامدكتي حقا وبرحي غير الكيس واسلا سكر كاسا شيرين والله أركي يا الله سبحانه وتعالى يقول الله محمد وحو قتل ما من ضيحة ضيحة واسي عجيبة واتلمان عجيبة ضيحة قفوة بميش وشوغة هل كان أمك قد حسيني قفوة البا برت وشوغة من التلمان كنتي ضيحة ودور كيسي سفوين كوكوية لا ما أركي يصير بارك الله والله أركي لكن وقيامها وحا لا يسكو خلافي نبي الله محمد ميو أركي نبي الله بينك إسره ميو أركي رضي الله عنها عائشة وحيلانه ميا ما أرك بيتي ملك جبريل بو أركي موياني الله ما أرك بيتي عبد الله بن عباس وفليه هو أركي لكن نبي ملك الله سؤالي رأيت ربك ملك لي نور أنه أرهبون ونور سينو أركبون ملك النور كيبو أركي الله سبحانه وتعالى ملك الله اندوه هلالي ميا معنيره حويا لما إحار لين كروي والله تلمان كره تلمان لقى ما بيحن كره لكن والله أركي يا وين لا تدركوا ولا بصاروا أركتلو ما هل إن شاء الله وما يحردين كرتو ما تلمان كرتو وهو هل الذي يدركوا الأبصار وحيابه إلا أركا أرنو يدركوا أبصار أرق أرنو أركا وين أرق أرنو أركا معنى هذا هو الوحي أرق وكل أرنبو أركا وين وهو لضيف كأدو قرصون إن حريص تمدل لضيف كمعنى يسوى حكم ذا كحمد ذا ما كأدو قرصون يهيو لا تدركوا الأبصار الخبير والحقوق له يدرك الأبصار قد جاءكم لمن يروا حيين من ذكيه وبصائره حجوي عرعر بصيره وحليلا نور وحلوه أفتم يقولك حجو بصيره وحجو لفتري أركتها يدى لفتري باكو تصالي ليس قد جاءكم وحيين من حقيقة بصائره حجوي عرعر من ربكم ربكم بإذن كلمة دين فمن أبصر قفك أرك حجدا أو كل نغمة أو راعة فلنفسه بو أبصرها نفتي صدام تانا أمور راعي عنا أغمدني ومن عمي قفك كأن لبالة بصائرتها فعليها على ضرها لبات هذا أمور غير لبالة عنا حكي يلمان عليها على ضوى الضر كصوما لامتنا وحوي وملكي وحوي ووحي النفع عوي الله سبحانه وتعالى بصائرتها بسود دي حجوي كاعدعب قفك انت أركا كل نقمة وسيه نتح راعة إسا نفتي سبت بالي عنا حكومتها قفك كأن لبالة راعي وينا لباتض إساقوا بيكو كليتا هايوي إساقا هايستا قد جاءكم بصائر نور بائلين والنور يحجوي النور كوكلا من ربكم إذن كجم فمن أبصر قفتي كيفتي صداء أركا فلنفسي لنفع نفسي نفتي سوحتر كيضو أركوضي ومن عمي قفتي كإن دبالنا فعليها على ضرها أمبوارك أضر عليها وما أنا أنهم مئه عليكم دشينا بحفيد إلى ليك مئه أنو اللي باتل إذن كما إلهي كانوا أعماشي سمع ذلك ما كان نبي قال له أفقلي قل إنه نصه رمره أدنا هذا الكاه نبي قال وحي لقد بنا بو الله سبحانه وتعالى أجري ما كان نبي هذا الكي سويا سيدا الله بيك اللي قلتها وما أنا مره دي حجدا ما شانا ما دي استعمال ويدان أنو كإذن حسابنا أو اللي باتل إذن كإلهي ليميه إنه حجدا فاعدان كإذن كإلهي ميه إنه تكلي حتى كإذن كإلهي ميه أعماشي إن أتمنى إنسانك كشق اللب ميهم أنا وحشيت بالي جي غان وما أنا أنيق ميه عليكم جسر بحفيدا ما كسر الذهب يكلي جنتا النبي وكذلك
سلا عبد إد أركيسو سورة النحدة إذا ينصرف الآيات آياته أجد جديني ولي يقولوا حي لهذين مركي سلا وخلوا وشين درستها وأنا قرستي بيلهنا علم لما يلبك كسر برتين وحلوه يلي معها ولي نبينه ذو حي عدها ل وحي اللي يتولي وحن نصرف الآيات لنبينه إن نعبدين الدرتين لقوم قوم يعلمون ما كانوا كلا الدنيا ليقولوا لام تكوجت وحي له لام العاقبة لنا لام تعليل معه ويو وح أو ألا آيرها أعبدين يعني إن يلهين معها ولا قرصت أمركي آي لا آيره عدي بين بك كوي لهين ولا قرصت ويبد ما تعرفه أدون في جبريها يا أدون في يسارها لمن صاروا أدونا والنبي قمر مر إيمان شيري هو أسد كعبد ستي بكوي لهين وحان الأوجي هاي إنه النبي قمر كله ولي وح كسو أقرصان عدنا بوح أقرين بل أوجي أمي إني يا والسكر عسيه وحنا أقرئ أقولي وحنا قري أقولي مركي سيهارة ولا يشكر عسنين بك اللهم تلام عقبه للم التعليل معها ومع الليلة سوحان آياده أجد جدي إنا يلاهدين درس معها إلا بسلامة آياده هو أجد جدي يقولوا وحا يلاهدين درس وحي لم يتهي فالتقده آل فرعون اللي يكون لهم عدوه وحزنا آل فرعون مركي موسى السوق هذا إنه عدو النقضه وما يسوق هذا وحا يسوق هذا إنه يكون انتفاع على قرة عين النون عرفت سيبا وحا ينقطين عدو النقضه بك اللهم العقبه لي الله وحليه كذلك كذلك سلا وحكوا بعض النبى نصرف وجد جدنا هاد بدينا عجك يعني على يات عيده ولي يقولون مرك وحي لهذين يجو عيده إلا عدي يمسك كذبت ملايين درست أنت وأنا درست هي بدي يبل بتكسر أغرست اليهود بقوا أغرنا ولي نبينهم إن روح عبدين درتين يا وجد جدنا علم راس لقومكم يعلمون أجو وح جرنا مرك النبي الله محمد وحلوه سك استوى وأنا غرست يوح كستهكو لهذين اتبع راع ما في وحي إليك أديك اللو وحي يودي مربك ربك اللو وحي يودي لا إله إلا حق لك عابدا مجر إلا هو الله مويان يعني كن كو وحي يودي كاوبا إلها إله كلا مجر ويك كو وحي يودي كو كالسانو دعاية دي هذا اللذا إما إلها كالشيء دي يعني يوالا قصتي ميالك لا تكاكنتي وحبا قلبك هذا يعني التابني كان هو وحي يودي با حقه عندنا كما تسوى قرسانيني كان رعبا للي اتبع راع ما في وحي إليك أديك حق اللو وحي يودي من ربك ربك لقاقا وحيودي لا إله إلا حق لك عبدانا مجره إلا هو إساق موياني وعرض كجيبت عن المسركين مسركين تكجيبت هذا الله إنا الدعوة الشيء والمعدي موياني وحبها كحناقين وهلا الدقال منه إنا اتكعليسوا هاي سكدين بالا ليهم مالك آيات كستوء كجيبتا أما كآمسا علم دقار بالا والا نسخي قار بالا وآيات قتال بالا ونسخي لكن لما مركي لو بهذا الله استعمالي قتالكم مركي مناسب يهي والله يسكعلي مركي كلنا وحال لغولا دقمي يهي سيدة بحسن بال لغولا دقمي عارف كجيت سالي دي نبيغة عني مسرقين ومسرقين تا وحبها الكحناتين ولو شاء الله اللي هدود دون ما أشركوا ما بشريك يهي وحال نبيغة كجيت سالي لي يهي يهدوكم قسم كرتيد حقاقوا بحمانين الله إرادة دي سي بشياني سيكون حرمت هدود دون إسالة سؤالون الله مكارم حقاقا الله هدود دونين وهنون يو أدوكو دمت هذا كقصو ولو شاء الله الله هدو دونه ما أشركوا مشريك يلين وما جعلناك كما أنني يهلين أدقا حفيظا إلى لي عليهم تصودا وما أنت أدقوا لمتهم عليهم تصودا بوكيلك مسؤول كامتهم انت صودا نفعرض على المشركين يدب سعطا مشركين تكجيت محايا لإله من دونين إلي هانونان وح أدقوا حافظ كمتهم إلى لي كرميرة كمتهم وكيل مسؤول كمتهم بك محافظة سكول ببالالين وما جعلناك ما أنن كايل عليهم دشود حفيظا إلى لي أعماش هذا إلى لي وما أنت أدق متيد عليهم دشود بوكيل في مسؤولك ولا تصبوا عاينا الذين كوي يدعون أي عابد يانو من دون الله ألا غيرك أو فيصب الله الله عاين مركا عدوا الله تني ظلم أي عاين بغير علم علم الآن الله إن قيمه سبقرنين أي علم الآن عاين وهي هاي وهي التقيان مشركين تي أبو طالب يتغيان ورول كان هذا ذير كوتاي إلهي ها عيدة هنو قداي إلهي ها يونا نقاف لقادين هدو كدهي واي وانو عاينا نقول إلهيش وكاسا نبقى وحوين إلهي هو هكا عاي يقول لين مركا إلهي هي عاي المركا مركا ما يتسكى السيدة للي هاي ومركا مقام الدعوة اللي تلقوا ويا وحوي لبات أهدي آد إلهي هي عايضة لباتك لا كسين ألا نسوما مركا حكمتك الصور لباتك لا كسين ألا نيسو والقيت شوف سنة ياوي وحي باسيب الله لنا بك انت الله عاينا هاين الهي هذا كعاين ومقام الدعوة امركي لكريوا
فرصه الله هي انت لا عيا وحو دلو يا لو شيغي او ليليه وا وحان وحبه ترين قيمه لها بان لو شيغي ولا تسبوها عينا الذين كو يدعونهم اي عابديا ومن دون الله الا غيرك الا كغدبسن هدي عاد عينان فيسب الله الله عيان عدوا الظلم اي عيا ظلم دلتي بغير علم اوغان لان الى هدي الله اوغي ما عاين كذلك سداس اي قولدا الهيهود ولف عليهم يا نزينا أقو قرحني لكل أمة أمد والبعملهم شقضونا ثم إلى ربهم ربك والحجيس مرجعهم مكانوا نقض قضاها فينبيهم الله وقوى الرمي بما شيء كانوا يعملون كو عمل فلا سيدا قولنا السلام إياها اللي أقو قرحي سيدا قولنا الشركة اللي أقو قرحي قولوا والبعمل كذا ساسا أقو قرح سيهاي وحوي وميشي سوماليو تلا كتاب قمنا إلى نوم البغارة الوشرة عمل في سؤال قمنا إياها marka qofka aan amal fiisu la qorxsanayn waxa la rabaa amalkaagu si uu kuugu quruxsanaanin ama kuugu foolkmaanin amalka aad sameeyayso quraanka hoosiyey quraanka ku sax marka tiixuna quraanka ka xumeeyay tiisi aan quraanka ku saxayay laakiin amal ahdaan salaati ma diiska aaminto adoon quraanka iyo sunnadi nabiga hoosiyeynin maxaa ka garan amal sheedaalin iyo in kale waxba ka garan maysid way kadaalika sidaas qolada loogu qurxiyo asnaamtooda iyo shirkiga يعني زينا أقول حنا لكل أمة أمد والبعملهم عمل كودي شيطان بأقول حنا يوم مرك يجو حرق الديدان خيار كود حرق الديدان بشيطان راعي ثم إلى ربهم رب قدب حق يسوع هذه مرجعهم مكانوا نقد كود الله والله حساب طبيعي مرك المحكمة دي مادين فينبيهم الله وحوق جورهم بما شيء كانوا يعملون كو عمل فلا واقسموا وحيقول دارتين بالله الله وحيقول دارتين جهد إيمانهم لا ارتوضا مدى أقول أرك لين جاءتهم هذي اتماده آية معجزة ليؤمنن بها إن الفمين يان وحوي عربا ويمن النبي وحي ليه نبي سداد نوشي اكتي نبي عيسى وحبون نوليس رساسوها نبي الله صالح هل باتسيسي معجزة نبي موسى قل باتسيسي وانو كوغود وحان كوغود نارانا إن هداد أنك المعجزة دا سوكال نوكي انتو إن الفمين marka jahada iimaani waxa weeye marka alla ku dhaaranayaan ilaa alla ci dikaankiisa way ogolaayeen marka mar sanamkay ku dhaaran marna aabahood bay ku dhaaran mad qabiilkay ku dhaaran mar wax kale ku dhaaran marka dhaarta ugu dambeysay alla ku dhaaranay dhaarta ugu dambeysay waxay ugu dhaarteen hadaa mucjisad ka tiinaan ku raacay ee ugu dhaarteen alla wuxuu leeyahay aqsamu waxay ku dhaarteen billahi alla waxay ugu dhaarteen jahada iimaani dhaartooda mid ugu adag لين وما هي لين جاءهم هذي أتوا هذا آية المعجزات سيد المعجزات يا أنبياء هرو كلا لا يؤمنون إن يفهمين يا بها آياتنا قل وحاتر هذا إنما الآيات آيات عند الله لا حد يسوي أنا ما هي دي آية الله بهاي الله كل كل كدونو بل كدونو كيني أنا ما هي آية كل هبالي إنما الآيات عند الله معناه ده حوي أنا آية بما هي لجوا بدونا آية مركورة بل لما ودي وحوي إيمان فيني إيمان لا أنتينا الله بكوش كل وين قل وحاتر إنما الآيات آياته عند الله ألا تسوون مرك الله وحليه وما يشعركم محايد أغيسيي أنها آيات إذا جاءت مرك اهتماده لا يؤمنون إني نفهمينين حايد أغيسيي مرهمين يا وين الله وحليه وأغيه هذا آيات كستوت ماذا مرة هذا شركة دورتين وباختيار شركة كرة عين آيات كستوت ماذا إنا نفهمين بألوذين مرك النبي الله محمد بألوق بسنو وحلليه مياد أكتها إنا نفهمينين أنا كوشي إني نفهمينين مرك وحبها يسكت دالينينو هكو البهاري إن آيات اتماده وحبه كو البهاري مرهمين يعني نبقى وحبه شعلان يعني إن آيات اتماده ووحبه يريد مرهم باب آسلا سيلاني كان نبقى وحبه كو تنقل إنتو الله بريو إن آيات اتماده بركان سألي المياد وكتا إني نفهمين مرهمين يعني بالي وحبه يسكت دالين وما يشعركم حائد أغيسي أنها آيات إذا جاءت مركة اتماده لا يؤمنون إن نفهمين مياد وكتين بركا وحبه آيات يعني هكو فكرين ونقلب وانقد قدينينا أفئدتهم قلوب طورة يوابصارهم عند هذا حق أرك مايان كما لم يؤمنوا سدين أرهمينين به حق أول مرة معنى وحوية تفسيرك أغفى عن وحوية حد معجزدا أي شيء جيان الله قلب قودا قديبو يعند هذا يأرق قودا قديبو يفكر الدار يعني قديب سيد معجزده هراء أين أرهمينين بين أرهمينين معجزده أقوى إن إذا قرآن كريم كانت مركة أتمن مرهمين أحد أمي هو حقوري أقولين oo hadii aad qoon yaa waxaan adduunki ba ka yaabay oo iyaga laftoodi ka yaabay soo kale la iman waayeen balay mucjisad ka weyn xaqay ka imanaysaa way marka waa sidaas oo kale oo sidii tii hore ay u rumayn waayeen umbaan tan u rumayn qalbigooda loo leexoon nuqallibu waan gadgadinayna afidatum qulubtooda wa absaarhum aragooda iyo fikradooda
كما لم يؤمنوا سيدنا أرحمين به حق سيدنا أرحمين أول مرة مرتي قهرس ونذرهم وأن كغتغينا أبو ألا في بقيانهم كبركاء فسادكا يعملون حالي جهة ورسينهم نذرهم وحان كغتغينا في بقيانهم وريركور يعملون يقول جهة ورسان ولنا عبحان مالك بحان إذ كستوء حق قرم مرتاح وقرآن كريم كأديدة وإذ كجهة ورسينهم وحيكوها الله لما يقانم والله سبحانه وتعالى عالم.